كملوا الدرس ديالنا. بالنسبة للمبرمج، كيف ما قلت لكم، المبرمج هو الذي قام بصناعة البرنامج، هو الذي قام بصناعة البرنامج. نزيدو، من هو المبرمج؟ المبرمج هو الشخص الذي يقوم بعمل البرامج خاصة بالحاسوب أو الهاتف أو أي شيء بواسطة لغة برمجية معينة، وهذا البرنامج يقوم بعمل مهمة معينة أو حل مشكل معين. هذا هو تعريف ديال المبرمج، يعني هو الشخص اللي كيقوم بصنع هذا البرنامج. مثلا جينا كالكاتريس، أنا عبارة عن مستعمل، ولكن اللي قام بالعمل ديال البرنامج ده هو المبرمج. داروا كاين بزاف لغات البرمجة، مثلا عندنا بي اش بي، بايثون، سمارت طارق، ديل في، في بي، جافا، سي بلس بلس، كتير يمكن دير بيها البرامج. و مزيان التعلم ديالها، موجود الظروف ديالهم في الانترنت الى بغيتو تزيدو تعلموا توسعوا في هاد المجالات. مثلا هذا واحد برنامج كنا شفنا ديال تسقيه العدد وكيقوم بالجمع ديالو في الدرس السابق، الدرس اللي قبل من هذا. هذا مثلا هذا برنامج، هو البرنامج هذا كيسقي عدد يزيد عدد آخر ويقوم بعملية الجمع. هذا هو اللي هذا مثلا، أنا بما أنني أنا مستعمل غادي ندخل غادي نخدم هذا البرنامج، هكذا غادي ندخل نخدم به. ولكن أنا ما عارفش البرنامج كيدير تصايب. مثلا إلا جينا ندخل لونغاسي، لونغاسي هكذا تصايبتو، أنا نصايبتو بلونغاسي باش نزيد وشافو عمل المبرمج شناهو. هل المبرمج كيدير يصايب بروغرام، كيكتب لي زانستريكسيون، دوك كيتسماو لي زانستريكسيون، هادو كيكتبو المبرمج، هذا هو اللي كيعتمد الحاسوب عليهم باش انه يكون البرنامج. يعني ما كانوش هادو، ما كانش الكمبيوتر يكون البرنامج مع عندو، ضروري كاين هاد الاوامر هذا او لي زانستريكسيون كيقوم عليهم الكمبيوتر باش انه كي كومبيلي ولا كيخرج لنا، كيترجم لنا الكودات على شكل برنامج. ها هي كومبيلي، كيقوم صافي وقعت العمل ديال الكومبيلاسيون وخرج لنا البرنامج. ها هو البرنامج قابل للاستعمال، هو اللي وريتكم في الفيديوهات السابقة. سيتو هذا اللي كاين، هذا هو المبرمج. المبرمج هو الذي قام بإنشاء هذه الأوامر، هي الخلاصة اللي يمكن تفهموها وتحطوها في دماغكم. سيتو صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.